بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الخميسة البيضاء اللي حاملين الشعار ديال هذا الرجل هذا، انكم توقفوا وقفة كاملة لهذا اليوم، هذا المجمع. راه اليوم احنا في فرح، يوم احنا في فرح لهذا الرجل، لأنه ما هو بسياسي، ما هو برجل عادي، هذا إنسان مواطن. يعني على زهرة الفرح والفنانة المتألقة اللي غادي تلتحق بها حتى هي. وكما قلت أنا فنانة امرأة مغربية، فنانة في الإنسانية، فنانة في الكلام الجميل. تفضل. شكرا شكرا. السلام عليكم اخوان اصدقاء ديالنا الفنانه الفنانين، شكرا لكم، شكرا الاخ احمد كيعي، شكرا على هذه البادره الطيبه. كلمه اللي غنقول في حق زريقه حسن، زريقه حسن دوزت معاه الكثير الكثير، والله ما بغيتش نبكي ولكن الله غالب. سمحوا لي اللي نسيت الاسم ديالو، يسمح لي. دوزنا خدمات، دوزنا اعراس، دوزنا حفلات، وما كانتش شي كلمه نسمعوها خيبه كاع الاخوان، لا حسن زريقه ولا الفنانه، كانوا محترمين. كان الفن فيه رساله، كان الفن كيدخل بيوت الناس، دار ديما محلوله المينا، ما كاينش اللي ما يجيش عند مينا، يجي من المغرب فنانه ولا ماشي فنانه وما يجيش لدار زريقه. ديما مسكين زريقه يمشي لبورت كليشي يلقى شي واحد يقول لي يلا الدار مفتوحه. لمات صوفي مينا الله يرحمها ويجدد عليها الرحمه، والله يرحم زريقه، والله يرحم الشهداء اللي ضاعوا في هذا الزنزال اللي ماتوا، والبركه في اللي باقي. وشكرا لخويا احمد كيعي على هذه البادره، كنشكرك بزاف، والله يكثر من امثالك. وكنشكر الصحافه، وكنشكر المصورين، وكنشكر كاع الناس اللي حضروا في هاد العرس هذا. تفضل سي زيتون. السلام عليكم. انا فرحان اليوم بالوجود ديالي المرحوم، واخا نقول فيه ما نقول داكشي، خويا حبيبي دوزنا معاه بزاف. كنوجه التحيه للعابه ديال سطات اللي جاو عندنا كبروا بينا، والفنانه زريقه الله يرحمه، الله يجدد عليها الرحمات، الله يثبت هذا السؤال، وجهت لك صالحه، كنطلب من الله، الله يكون من رياض الجنه. وكنعطي التحيه للناس كلهم اللي حضروا، وكنشكرهم الشكر الكبير، والسلام عليكم ورحمه الله. انا حاضر اليوم تكريم يا خويا زريقه، هو حدايا حنا حي. واحد حنا حيت جي اليوم من التكريم من التهازي، واخا هكاك واخا نقول اللي قلت راه ديما في قلوبنا، وكنتمنى الله عز وجل يجدد عليه الرحمات. التقينا مع فرنسا وجا عندنا اللوطي مسكين، جا عندنا هو يقول لنا هبط لنا الباليزات والحوايج والماتيريال، واللوطي مخلص كلشي موجد مع لي ماناتير داكشي بيان اورغانيزي. انا مسكين شهر هز الوليدات ويدينا اللوطين، ريحنا شهر عدو في الدار. هاد السيده شنو ما احنا طعام واخوه وصحبه، وراه باقي فينا هو وخميت راه في قلبنا. وانا اليوم راه وحدايا بحال حي، حدايا بحال حي، كنطلب الله عز وجل
الله يجدد عليه الرحمات والله يرحمه يا رب، يجعل لي الدنيا صالحه. والسلام عليكم ورحمه الله.